الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ومن عصى
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ربنا إني أسكنت ومن عصاني فإنك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ومن عصاني فإنك غفور ومن عصاني فإنك غفور رحيم من ذريتي بواد
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء إيوه
يا مين صلاه النبي؟ اكيد الشيخ شبع البلد، البلد محرومه. يا مين صلاه النبي؟ الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل. ربنا وتقبل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول.